مرحبا أحبائي، كيفكن اليوم؟ منيح؟ نشيطين؟ كلكن حيوية؟ شو رأيكن قبل ما نبدأ حلقتنا نستمع للأغنية؟ فراشة جميلة ترقص ترفرف تتباهى بألوانها ألوانها الزاهية، تحب الأزهار المتنوعة، تنتقل من زهرة إلى زهرة فلا مثيل للفراشة الجميلة. ركزوا معي تنشوف هالنص شو بيقول. عن مين بيحكي؟ أرنوب بيحلم بالعسل. أرنوب؟ مين يعني أرنوب؟ أرنب. شو اسمه؟ أرنوب. عم بيحلم بشو؟ بالعسل. أرنوب يحب الأزهار كثيراً. إذن أرنوب شو بحب؟ الأزهار، بحبها كثير. لهذا زرعها قرب جحره. شو عميل؟ زرع هالأزهار وين؟ حد بيته. في الربيع تفتحت أزهار أرنوب وفاحت رائحتها طيبة. تعرفوا أنتم بالربيع بفصل الحياة شو بصير؟ بتتفتح الأزهار وبتصير الدنيا ملونة، لأنه الأزهار بكل ألوانها الزاهية الحلوة الفاتحة. فإذا تفتحت أزهار أرنوب وطلعت ريحتها الحلوة، فاحت، انتشرت رائحتها الطيبة، وأتت إليها الفراشات والنحلات. ومين إجوا هالأزهار؟ الفراشات والنحلات. غضب أرنوب من النحلات، زعل، عصب أرنوب من النحلات وطردها. فحزنت النحلات وأردفت قائلة، زعلت النحلات لأنه طردها أرنوب، وقالت له: نحن نمتص رحيق الأزهار لنصنع منه العسل. شو قالت له؟ قالت له يعني نحن عم نغط على الأزهار لحتى نمتص الرحيق تبعولا. لشو؟ لحتى نصنع منه العسل. شو قال لأرنوب؟ العسل. وما هو العسل؟ قال أرنوب: إنه طعام طيب. شو جاوبوا النحلات؟ شو قالوا له؟ قالوا له: إنه طعام طيب مفيد ولذيذ. أجابته النحلات. سكت أرنوب قليلا ثم اعتذر من النحلات وقال لها أن تأتي وقتما تشاء. شو عمل أرنوب؟ سكت وفكر شوي واعتذر من النحلات. تعرفوا ليه؟ لأنه عرف إنه هو غلط. ونحن إذا غلطنا فكرنا منيح إنه نحن غلطنا تجاه هالآخر، لازم نروح نعتذر منه. لأنه أحسن شيء إذا عرفنا ميزنا إنه نحن عملنا غلط إنه نعتذر من الآخر. فأنتوا كمان إذا شي مرة غلطتوا بحق حدا روحوا اعتذروا منه. جلس أرنوب أمام جحره. قعد أرنوب قدام بيته وراح يحلم بالعسل اللذيذ. شو صار يعمل؟ صار يفكر بالعسل اللذيذ اللي طعمه طيب، لأنه النحلات شهوا قد ما قالوا له إنه العسل لذيذ وطيب. وإنتوا كمان لازم تاكلوا عسل لأنه كتير مفيد لصحتكم. حبيتوا النص؟ رح نرجع نقري سوا. أرنوب يحلم بالعسل. أرنوب يحب الأزهار كثيراً.
لهذا زرعها قرب جحره. في الربيع تفتحت أزهار أرنوب وفاحت رائحتها الطيبة، وأتت إليها الفراشات والنحلات. غضب أرنوب من النحلات وطرد، فحزنت النحلات وأردفت قائلة: نحن نمتص رحيق الأزهار لنصنع منه العسل. العسل؟ وما هو العسل؟ قال أرنوب: إنه طعام طيب مفيد ولذيذ، أجابته النحلات. سكت أرنوب قليلاً ثم اعتذر من النحلات وقال لها أن تأتي وقتما تشاء. جلس أرنوب أمام جحره وراح يحلم بالعسل اللذيذ. وهلأ بدي منكم تفتحوا عينيكم كتير منيح وعينيكم، لأنه بدكم تشاهدوا هالشريط المصور حول هالنص هيدا، وأنا محضرت لكم أسئلة وبلاقيكم بعد شوي. أرنوب يحلم بالعسل. أرنوب يحب الأزهار كثيرا، لهذا زرعها قرب جحره. في الربيع تفتحت أزهار أرنوب وفاحت رائحتها الطيبة، وأتت إليها الفراشات والنحلات. غضب أرنوب من النحلات وطردها، فحزنت النحلات وأردفت قائلة: نحن نمتص رحيق الأزهار لنصنع منه العسل. العسل؟ وما هو العسل؟ قال أرنوب: إنه طعام طيب مفيد ولذيذ، أجابته النحلات. سكت أرنوب قليلا ثم اعتذر من النحلات وقال لها أن تأتي وقت ما تشاء. جلس أرنوب أمام جحره وراح يحلم بالعسل اللذيذ. شفتوا منيح الشريط المصور؟ ركزتوا عليه؟ يلا رح نجاوب على هالأسئلة. لماذا زرع أرنوب الأزهار قرب جحره؟ لشو زرع أرنوب الأزهار؟ حد بيته؟ مين بيتذكر؟ مين بيتذكر؟ فكروا منيح. زرع أرنوب الأزهار قرب جحره ليه؟ لأنه يحبها كثيراً. أحسنتم، يلا اكتبوها معي قدامكم. زرع أرنوب الأزهار قرب جحره لأنه يحبها كثيراً. ثاني سؤال: من حوّم
حول الأزهار التي تفتحت في الربيع. من حوما؟ مين صار يحوم فوق الأزهار يلي تفتحت في الربيع؟ تذكروا منيح. مين؟ اثنين. من؟ النحلات والفراشات. فإذاً النحلات والفراشات حومت حول الأزهار التي تفتحت في الربيع. اكتبوا معي. الفراشات والنحلات حومت حول الأزهار التي تفتحت من كفي في الربيع. ثالث سؤال، لماذا طرد أرنوب النحلات؟ أو يكون ليش طرد أرنوب النحلات؟ لماذا؟ تتذكروا؟ طبعاً لأنها كانت ماذا تفعل؟ تمتص رحيق الأزهار، وهو يحب الأزهار كثيراً. فإذاً طرد أرنوب النحلات لأنها كانت تمتص رحيق الأزهار. السؤال الرابع، هل كان أرنوب يعرف العسل؟ تذكروا منيح. هل كان يعرف العسل أرنوب؟ طبعاً كلا. كيف عرفت؟ كيف عرفته؟ إذن رح نكتب كلا لم يكن أرنوب يعرف العسل. كيف عرفت؟ تتذكروا شو سأل؟ شو سأل؟ وما هو العسل؟ تذكرتوا؟ إذن منتابع، كيف عرفت؟ لأنه قال نقطتين، ما هو العسل؟ سأل ما هو العسل؟ مش هيك قال أرنوب؟ تذكرته؟ منتابع. هلا بدي منكم تفكروا منيح بالتمرين التالي. أكملوا لأتعرف إلى نحلتي. في عندي أول كلمة قفير. قفير النحل، شو يعني قفير النحل؟ هلا انتو لازم تخبروني، مش رح اقول انا كثير وضح. العسل رحيق مفيد، فكروا تشوف. تعيش النحلة في القفير، العسل رحيق أو مفيد، شو بتقولوا؟ صوت عالي. طبعاً تعيش النحلة في القفير. إذن عرفنا شو يعني القفير؟ تعيش النحلة في القفير. تمتص، اللي ركز منيح على النص بده يعرف ماذا تمتص؟ العسل رحيق أو مفيد؟ طبعاً رحيق الأزهار، تمتص رحيق الأزهار لتصنع منه ماذا؟ العسل، لتصنع منه العسل.
العسل طعم لذيذ ومفيدنا مفيد ومفيد. تعبتوا؟ نتابع مع هالتمرين. أربطوا ما في العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني. بدنا نفكر منيح. غضب أرنوب من النحلات. غضب أرنوب من النحلات. لما أرنوب كان بجحره شو صار؟ شاف قدام الجحر على الأزهار النحلات ومين؟ والفراشات عم بحوموا حول هالأزهار. شو صار فيه؟ عصب صح؟ إذا صار فيه مشكلة، صار فيه عقدة، عصب. منتابع. أرنوب النحلات. أرنوب والنحلات صار فيه مشكل بيناتن. اعتذار أرنوب من النحلات. حس حاله إنه هو غلط، راح اعتذر من النحلات. كان في مشكلة حلها هو، كيف حلها؟ شو عمل؟ راح اعتذر من النحلات. هالجمل ها هي فيني أربطها على الشخصيات أو على الحل أو على العقدة. أول جملة، غضب أرنوب من النحلات. شو أقولكن هالجملة؟ هي الشخصيات أو الحل أو العقدة؟ كان كل شيء ماشي عروي، أرنوب بجحره في الأزهار. إجت مشكلة، شاف النحلات شو عم يعملوا؟ عم بحوموا على الأزهار وعم يمتصوا الرحيق، صح؟ فإذا غضب أرنوب من النحلات، هي الشخصيات أم الحل أم العقدة؟ طبعا المشكلة يعني العقدة، نربط بينه وبين العقدة. ثاني مجموعة عندي أرنوب والنحلات. مين مثل بهالقصة هاي؟ مين إني؟ الشخصيات أرنوب والنحلات. فإذا بربط بينه وبين شخصيات. كيف حل هالمشكلة أرنوب؟ راح اعتذر من النحلات. فإذا الحل. وهيك منكون خلصنا قصة أرنوب والنحلات. منتابع من بعد هالفاصل. عسل أرنوب جحر زهرة جاهزين لهالفقرة اللي بتحبوها كتير؟ مين حذر شو هي؟ مفاجأة، أكيد عرفتوا شو هي المفاجأة؟ حزورة جديدة. شوفوا هالحزورة شو بتقول، طلعوا منيح. أنا فاكهة لذيذة. أنا نوع من الفواكه طيبة، طيبة كتير، لذيذة. لوني أخضر. إذا أنا لوني أخضر. هالنوع من الفواكه شو لونه؟ أخضر. من الخارج إذا كله أخضر؟ كلا، بس من الخارج. ركزوا منيح. أنا فاكهة لذيذة، لوني أخضر من الخارج وأحمر من الداخل. وأنا من جوا شو لوني؟ أحمر، بس تقشروني. من أنا؟ برجع بعيد، ركزوا منيح. أنا فاكهة
لذيذة، لوني أخضر من الخارج وأحمر من الداخل. من أنا؟ أنا بقول كتير كتير منكن عرفوها هلأ، لأنه هيدي الفاكهة كل العالم بتحبها، الأولاد والكبار. عرفتوها؟ ما رح أقول هلأ شو الجواب. وهلأ بدي منكن ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمروا بأسفل الشاشة، وبدي قلكن إلى اللقاء يا أحبائي. باي باي. أنا النملة أعمل ليلا نهار، أنا النملة رمز الكد، أجمع أكلي بعد الجهد ليكون قوتي وقت البرد. أنا النملة رمز الجد، أنا النملة أعمل ليلا نهار، أنا النملة رمز الكد، أجمع أكلي بعد الجهد ليكون قوتي وقت البرد. أنا النملة رمز الجد.